السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم زيوكس 11 ورجعنا فيديو جديد ورا ال 100 مشترك. ومرة ثانية شكرا 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 جزيلا على ال 100 مشترك، وان شاء الله التقدم المستمر. طبعا اليوم خريطة جديدة وخريطة يعني بالبلاك اوبس، وطبعا انا احتمال ان شاء الله يعني بالايام القادمة راح اجيب لعبة رينبو 6 سيج. طبعا انا ما احتمال ما الفظ اسمه يعني زين. قبل لا نبدي الفيديو اكيد لايك سبسكرايب واهم شيء اهم شيء اهم شيء كومنت، ويلا خلينا نبدا الفيديو. طبعا هذا السلاح يعني كان ام جي 4 بباتل فيلد، يعني تقريبا يعني هو سلاح ثاني يعني، والقناص يعني محدد. هذا يعني افضل ثلاثة اسلحه باللعبه بالنسبه لي. ربغتك ليش طقته؟ مو انا على اساس لي وانا لا الله. طبعا هاي الخريطة يعني خريطة كلش حلوة، يعني اذا عندك ناس زين او سلاح زين يعني احلى منها ماكو صراحة. اذا يعني عندك هاي المستلزمات، واذا ما عندك بعد هاي ترب والله. شوف طبعا يعني شون يعني هم بيها اماكن سرية يعني كهف او هيجي تموت دلني. شوف والله طبعا انا النت والله العظيم يعني ما ادري ما ادري شو السالفه، كلش 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 مو زين والله. يعني هسه اليوم حتى انا صار لي هواي ما مصور، يعني ما مسوي لكم فيديو، فردت اسوي. طبعا والله يعني لو مسوي فيديو انا ما سويت اليوم، بس يعني النت كلش كلش مو زين. يعني انا ما عندي مانع اسوي كل يوم، بس النت مو زين. يعني شلون مثلا اسوي لكم فيديو كله لاقات. خرب والديك. هوه خب عمي والقرآن انا صوب عليه عبالي صاحبي والله العظيم، والله العظيم عبالي صاحبي. والله خلينا نشوف وين بركة الله ويطلع. بس لا صاحبي كثير، لا صاحبي كثير. اهلا وينه وينه وينه؟ راح مجدك لا تقتلني. هلا 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 هو عش ولي كذا خرب ويراتكم. لازم اموت، لازم حتى اذا نت لازم اموت. عشان طيار اخو والله. شوف نشوف طبعا النت. شوف يعني لاق نوب لاقات يعني صغيره. الله الله. طبعا هاي يعني هاي جديده فتحتها يعني خرافيه بمعنى الكلمه. طبعا وانا اتمنى تفتح يعني هي عليها من على السلاح الخاصه اكيد. يعني السلاح خرافي طبعا، هو اعتقد هو يقول خرافي والله. يطير ما موته لا يا. طبعا طلقه هيك راحت، هي مو طلقه متفجره هيك راحت. يمكن ابدل السلاح الثاني اللي احبه يعني كلش، مسوي ماكس يعني هو مستوى ماكس لان هواي استخدمه. يعني هو يعني بهذاك السلاح يعني ثاني وثالث بالسيرفر، وهذهم حلوة هذا يعني هذا احبه يعني. والله شوفوا بعدكو صاحبنا وينهم وينهم. اوف ولكو الله الله خربني ايش انا، بس والله ما تتموت يعني ضحك والله. شوف اني عمي جماعتي حمسين ومحمس. شو كلها جماجم سيجي دور والله. ذاك ذاك بس خليه يطلع يطلع. حلوه حمسته. طبعا يعني شلون القناص اذا عندك يعني قناص زين، وهذا السلاح يعني احسن سلاح. طبعا حسون وين جاي يحكي ليش ولك ليش بس هسه. طبعا هذا فان لا مو هذا ولا اعرف هذا، ما اعرف شلون يعني استخدمه صراحه يعني غير الصراحة للصراحة يعني للأمانة. العفو مو للصراحة شنو الصراحة للأمانة ما أعرف شلون استخدم. الله هلا والله. واحد جواك واحد جواك واحد جواك وين وين حمس ولك شيني ولك شيني. شوف يعني ماتي ما يشوف وين سبايدر ماشي
الله. وينهم وينهم وينهم؟ لا يا يعني خلينا نطلع السلاح الثاني. لا هذا طبعا هذا يعني جربت جديد يعني هم زين بس مو من كفاءة ذنيتش لحبنا انا. طبعا عليهم اسوي لي فقرة على الاسلحة اللي حبن زين. انا مو ودي اشوفكم يعني هذا احسن اسلحة. اي انا بس اتمنى ما يلاقين واحد. هلو والله شنو حلوة هاي ترى قوية قوية حلوة يعني مو قوية شنو قوية والله جربها ولك بدل. لا يا زين ليش لا هلو طيروني 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 الله يا اخي نبدل للعشق والله. شوف وين هلو روح وينهم؟ لا والله العظيم يعني هسه لو ما طاق قبل السيارة بويو. هذا السلاح الثاني اللي احبه. طبعا انا ما اعرف اسمائهم يعني اسماء تخبل يعني مو تخبل بمعنى حلوة تخبل يعني تخليك مخبل. لا يا اقول لك انا شنو حاط لك الناس لو شنو؟ شنو؟ لا يا ابي هذا مو خوش خلاص صجاحة مو خوش خلاص. بتل على اخر سلاح هذا خوش سلاح. اوه اوه قولك 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 اوه خورا مغيرك قولك شنها شنها اولا اوه زين والله شو تقول لي يعني جاي طقي ومرتاح. الله عاد خوش سلاح باللوري شي باللوري 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 دعمت الله شوف الله راح يرسوني. هلا ولك هو منين طلع لي؟ الله اكبر الله اكبر. طبعا الجولة خايسة جدا يعني مو خايسة يعني هي حلوة بس يعني خسارات خايسة يعني. طبعا انا قبل لا اصور هالفيديو والله العظيم ولك تمو طبعا بلا قناة حسن. يلا طبعا يعني الجولة اخيس من الخيس الصراحة. طبعا والله العظيم قبل لا قبل لا اصور يعني مرتين من ثلاثة يعني الثاني يعني بس النت يعني مو يعني مو زين كلش كلش يعني ما مدش مالي. طبعا هي هسه بال 5 الفجر مدري بين الساعة 6 وهم مو زين كلش يعني صراحة. خليني اشوف انا بيا مركز. طبعا هاي نهاية الفيديو واهم شيء اهم شيء لا تنسوا اللايك وسبسكرايب واهم شيء اهم شيء اهم شيء كومنت. وهم مرة ثانية شكرا شكرا جزيلا على مود وصلتون 100 مشترك وان شاء الله التقدم المستمر. واو 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 يا اخي شو اقول شو اقول على الواحد 9 كاتل 9 9 الله اكبر والله العظيم قبل لا العب والله العظيم بالمركز الثاني. طبعا عندنا هذا الفيديو اكيد لا تنسوا لايك سبسكرايب اهم شيء اهم شيء اهم شيء كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.